السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الفرقة الثالثة، أهلا بكم. معاكم محمود ممدوح، مدرس مساعد بقسم إدارة الأعمال. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض السكشن الثالث في مادة نظم معلومات الأعمال، اللي هو موضوع الحكومة الإلكترونية. قبل ما نبدأ الفصل هنعرف إيه هي العناصر الأساسية اللي موجودة معانا في الفصل. أول حاجة هنتكلم عن مدخل للحكومة الإلكترونية، نعرف بشكل عام يعني إيه حكومة إلكترونية والفرق بينها وبين الحكومة التقليدية. هنعرف الحكومة الإلكترونية ونعرف مفهوم الحكومة الإلكترونية. هنعرف إيه هي الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية، إيه الهدف من تطبيق الحكومة الإلكترونية، مبررات التحول نحو الحكومة الإلكترونية، يعني إيه اللي بيخلينا نتحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية، إيه هي تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مصر، معوقات وتحديات الحكومة الإلكترونية. طبعا لما نيجي نطبق الحكومة الإلكترونية هتواجهنا مجموعة من التحديات، هنعرف إيه هي التحديات دي. وأخيرا هنتكلم عن العناصر الأساسية اللازمة لتطبيق الحكومة الإلكترونية. دي كل العناصر اللي إحنا هنغطيها في الفصل إن شاء الله. أول نقطة اللي هي مدخل للحكومة الإلكترونية، هنعرف ليه ظهرت الحكومة الإلكترونية. ظهرت الحكومة الإلكترونية بشكل أساسي بسبب مشاكل البيروقراطية في الإدارة. لما نظهر البيروقراطية معانا في الإدارة والروتين هيبدأ يعطل العمليات الإدارية بشكل كبير. لما يجي مثلا مواطن يروح يعمل أوراق معينة في مصلحة حكومية بسبب الروتين والبيروقراطية، هنلاقي إن المواطن نفسه بياخد وقت كبير عشان يقدر ينجز المصلحة اللي هو عايز يعملها. فدي طبعا من ضمن مشاكل البيروقراطية اللي هي بتواجه المواطنين عند الحصول على الخدمات الحكومية. ده دفع برضو الحكومة اللي هي تتحول إلى الجانب الإلكتروني، اللي هي تقدر توفر الخدمات الإلكترونية للمواطن بشكل أسرع وفي الوقت اللي هو المناسب ليه وبدون تجدس وازدحام في الأماكن الحكومية. طب قبل ما نتحول للحكومة الإلكترونية لازم يبقى عندنا مجموعة من الحاجات. أول حاجة لازم يبقى فيه انتشار واسع للإنترنت، يعني لازم المجتمع اللي تطبق فيه الحكومة الإلكترونية لازم يبقى متوفر عنده الإنترنت بشكل كافي، يعني على الأقل 30% من السكان بيكونوا قادرين على استخدام الإنترنت. ولازم نركز على نقطة أساسية، هل الحكومة الإلكترونية بتلغي دور الحكومة التقليدية ولا لأ؟ طبعاً الإجابة إن الحكومة الإلكترونية لا تلغي دور الحكومة التقليدية أو الحكومة الحقيقية، لكن هي هدفها الأساسي اللي هو التخلص من الروتين والبيروقراطية واختصار المسافات وتوفير الوقت والجهد والمال. هركز على الحتة دي، إن الحكومة الإلكترونية هي عبارة عن داعم للحكومة التقليدية أو الحكومة الحقيقية، بتساعدها إن هي تختصر المسافات، توفر الوقت والجهد والمال، تقضي على الروتين والبيروقراطية. ده بالنسبة للنقطة الأولانية، هي المدخل للحكومة الإلكترونية. بعدين هنعرف يعني إيه مفهوم الحكومة الإلكترونية وتعريف الحكومة الإلكترونية. إيه الفرق بين الحكومة الإلكترونية والحكومة التقليدية؟ الحكومة الإلكترونية هي أسلوب إداري حديث بتسعى من خلال الحكومة إلى الاعتماد على المعلومات الرقمية والإمكانيات التكنولوجية. يبقى هنتفق اللي هي بتعتمد على المعلومات الرقمية والإمكانيات التكنولوجية المتمثلة في أجهزة الكمبيوتر والبنية التحتية وهكذا، في تطوير وتحسين الأداء في القطاعات الحكومية. الحكومة الإلكترونية دي بتحسن طبعا الأداء في القطاعات الحكومية، اللي هي بتؤدي لسرعة إنجاز الأعمال واختصار الوقت والجهد والمال، وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الإنترنت بأقل التكاليف وأسرع طرق مع الدقة في إنجاز الأعمال وضمان سرية وأمن المعلومات. ومن هنا هنقدر نقول إن الحكومة الإلكترونية هي كيان هيكلي من الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وتبسيط الإجراءات. يبقى بتقدم خدمة أفضل وتبسط الإجراءات اللي من خلالها يقدر المواطن يحصل على الخدمة بتاعته، وهي كمان بتساهم في اتخاذ القرارات وإنجاز المعاملات اعتمادا بشكل أساسي على على المعلومات. يبقى الحكومة الإلكترونية تعتمد بشكل أساسي على المعلومات وتبادل هذه المعلومات بين الإدارات الحكومية وبعضها البعض أو بين الإدارة الحكومية والمواطنين وفي إطار واضح من الشفافية. ده كان مفهوم الحكومة الإلكترونية. طب لو حبينا نعرف
الحكومة الإلكترونية، هنعرفها على أساس إنها إيه؟ هنلقى إن في أكتر من تعريف للحكومة الإلكترونية، منها هي إعادة ابتكار الأعمال الحكومية اللي هي الأعمال الحكومية التقليدية العادية بواسطة طرق جديدة لإدماج وتكامل المعلومات وتوفر فرص إمكانية الوصول إليها من خلال موقع إلكتروني. يبقى أول حاجة ابتكار الأعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة هيبدأ يدخل فيها المعلومات إمكانية الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني، اللي هي كل جهة حكومية بيبقى لها موقع إلكتروني تابع لبوابة الحكومة المصرية، تقدر تخش أو يخش المواطن من خلاله ويقضي الخدمة اللي هو محتاجها. وفي تعريف آخر للحكومة الإلكترونية، وهي قدرة القطاعات على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطن وقطاعات الأعمال بسرعة ودقة عاليتين وبأقل تكلفة ممكنة، مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتداولة في أي وقت وفي أي مكان. وتعريف آخر إنها نظام افتراضي، وده مهم جدا، إنها نظام افتراضي يمكن الأجهزة الحكومية من تأدية التزاماتها لجميع المستفيدين باستخدام التقنيات الإلكترونية المتطورة المتجاهلة المكان والزمان، مع تحقيق التميز والسرية وأمن المعلومات. يبقى أول حاجة هنستنتجها إن الحكومة الإلكترونية هي نظام افتراضي، نظام افتراضي تستخدم التقنيات الإلكترونية اللي هي بتساعد على إنجاز الخدمات للمواطنين بشكل أسرع، ونقدر نتجاهل المكان والزمان، وفي نفس الوقت هنحافظ على سرية وبيانات وأمن المعلومات الخاصة بالمواطنين. من خلال التعريفات السابقة دي هنستنتج مجموعة من النقاط أو العناصر الأساسية المتوفرة في الحكومة الإلكترونية. أول نقطة أساسية هي إن الحكومة الإلكترونية تعد نظام معلوماتي افتراضي غير ملموس. نظام معلوماتي افتراضي يعني إيه؟ غير ملموس، ما نقدرش نلمس المكونات والعمليات بتاعة الحكومة الإلكترونية، لكن هنقدر نقيس ده من خلال إيه؟ النتائج والآثار بتاعتها. إن المورد الرئيسي للحكومة الإلكترونية هو المورد المعلوماتي، يبقى المورد الأساسي للحكومة الإلكترونية هو مورد المعلومات. تتسم الحكومة الإلكترونية بدرجة عالية من الاعتمادية المتبادلة، إحنا قلنا هيبقى فيه اعتمادية متبادلة بين القطاعات الحكومية وبين بعضها البعض، ده من حيث تبادل المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين. يبقى النقاط الأساسية إن الحكومة نظام معلوماتي افتراضي لا يمكن لمسه، إن المورد الرئيسي للحكومة الإلكترونية هو المورد المعلوماتي، تتسم الحكومة الإلكترونية بدرجة عالية من الاعتمادية المتبادلة. ده فيما يتعلق بمفهوم الحكومة الإلكترونية وتعريف الحكومة الإلكترونية. في برضه دلوقتي معانا مجموعة من الركائز الأساسية اللي بتعتمد عليها الحكومة الإلكترونية. بتعتمد الحكومة الإلكترونية بشكل أساسي على 4 ركائز أساسية. أول حاجة اللي هي تحقق السرعة وفعالية الربط والتنسيق والإدارة والإنجاز بين دوائر الحكومة الإلكترونية. يبقى أول حاجة هتحقق السرعة، فعالية الربط والتنسيق، الإدارة والإنجاز بين دوائر الحكومة وبعضها البعض. تحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر، يبقى هتحقق لنا الحكومة الإلكترونية إيه؟ وفرة في الإنفاق، هتقلل لنا إيه؟ المصروفات بتاعتنا في كافة العناصر. تحقيق اتصال مستمر بالمواطنين، يعني هتخلي الحكومة على اتصال مستمر بالمواطن لمدة 24 ساعة في اليوم. تجميع كافة العناصر المعلوماتية والتفاعلية في موضع واحد، وهو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الإنترنت. يبقى الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية أول حاجة تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق، تحقيق وفرة الإنفاق في كافة العناصر، تحقيق اتصال مستمر بالمواطنين، تجميع كافة الأنشطة المعلوماتية والتفاعلية في موضع واحد وهو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الإنترنت. وهنقدر نقول من خلال كل ده إن استمرارية توزيع الخدمات الإلكترونية وعدم انقطاعها بعد إنهاء مواعيد العمل الرسمية هي من المزايا الرئيسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية. يبقى من المزايا الرئيسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية إن أنا أبقى قادر على توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين حتى بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية. تمام؟ ده فيما يتعلق
بركائز الحكومة الإلكترونية، وقلنا اللي هم 4 حاجات أساسية. هننتقل إلى النقطة الثانية وهي أهداف تطبيق الحكومة الإلكترونية. إحنا لما نيجي نطبق الحكومة الإلكترونية لازم يبقى قدامنا مجموعة من الأهداف من وراء تطبيق الحكومة الإلكترونية. الأهداف دي هنقدر نقولهم اللي هم تطوير عمليات الإدارة. أول حاجة لما نيجي نطبق الحكومة الإلكترونية لازم يبقى قدامنا أهداف اللي هي تطوير عمليات الإدارة، اللي إحنا نطور الإدارة ونعزز فعالياتها في خدمة الأهداف المؤسسية، نخلي الإدارة قادرة على تحقيق أهداف المنظمة، نحقق تكامل بين أجزاء التنظيم، تقديم آليات فعالة وداعمة لاتخاذ القرار. لازم طبعا ندعم اتخاذ القرار بشكل سليم، لازم نضمن تدفق المعلومات بدقة وكفاية وتوقيت ملائم بشكل مستمر، نحد من تكاليف التشغيل عشان نقدر نقلل الإنفاق، تقديم خدمات أفضل للمواطنين بعيدا عن الفساد الإداري، توفير الوقت وضمان الدقة والسرعة في الحصول على الخدمات، توفير نظام معلومات يسمح للمواطن بطلب الخدمات والسلع مباشرة وسرعة وسهولة من أي مكان في العالم دون أي قيود تذكر. لازم يسهم في عملية اتخاذ القرار وتطوير الموارد البشرية، التغلب على التعقيدات الإدارية. دي كانت من أهداف تطبيق الحكومة الإلكترونية. وهنلاقي معانا إن في هدف أساسي من تطبيق الحكومة الإلكترونية، وهو تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والاستغلال الأمثل للموارد الحكومية. ده كان الهدف الرئيسي من تطبيقات الحكومة الإلكترونية، اللي هو تحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والاستغلال الأمثل للموارد الحكومية المحدودة. دي كانت أهداف تطبيق الحكومة الإلكترونية. طب إحنا إيه هي المبررات اللي هنقدر نعتمد عليها في تطبيق الحكومة الإلكترونية؟ أول حاجة الأسباب اللي هتؤدي إلى التحول نحو الحكومة الإلكترونية: التعرض للضغوط مستمرة من المواطنين بشكل عام من أجل تلبية الطلب المتزايد على على الخدمات الحكومية. مع تزايد طبعا عدد المواطنين دول هيحتاجوا كم كبير جدا من الخدمات الحكومية، هيبدأ يحصل ضغط مستمر من المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية. طبعا اللي هيساعدنا في ده هو التحول إلى الحكومة الإلكترونية. تسارع التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية، هيحصل طبعا عندنا تقدم في التكنولوجيا، وهيبدأ حاجة اسمها الثورة المعرفية. ده طبعا هيتطلب ان احنا نواكب هذه التغيرات ونتبنى حاجات بتعتمد على التكنولوجيا واستخدام الانترنت. ندرة الموارد والحاجة الكبيرة الى سياسات تسهم في تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الحكومية. طبعا الموارد تبقى قليلة، بنبدأ ندور على اكتر وسيلة نقدر نحقق منها الكفاءة والفعالية الخاصة بالموارد بتاعتنا. فطبعا هنا هيبقى الاختيار الأمثل اللي هي الحكومة الإلكترونية. الاستجابة لمتغيرات البيئة الخارجية ومواكبة عصر المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والسرعة في تقديم السلع والخدمات. توجهات العولمة، طبعا هنلاقي العولمة هتأثر على أكثر من جانب زي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقانونية. طبعا عشان نواكب هذه العولمة لازم نتبنى طرق جديدة لتقديم الخدمات الحكومية، وهي دي اللي هتساعدنا على تبني الحكومة الإلكترونية. دي كانت مجموعة من المبررات اللي هي بنستند ليها للتحول إلى الحكومة الإلكترونية. توجه الحكومة الإلكترونية خدماتها إلى 3 جهات. إيه هي الجهات اللي بتوجه ليها الحكومة الإلكترونية خدماتها؟ أول حاجة المواطنين، بتقدم الحكومة الإلكترونية الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني، تبادل الخدمات والمعلومات بين القطاعات الحكومية. برضو يبقى الحكومة الإلكترونية بين القطاعات الحكومية وبعضها البعض بتقديم الخدمات للمواطنين، تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بين القطاع العام والخاص. دول الجهات اللي هي بتتعامل معها الحكومة الإلكترونية وبتقدم لها الخدمات الخاصة بيها.
دلوقتي هنشوف ايه هي تطبيقات الحكومة الالكترونية في مصر. اول حاجة من تطبيقات الحكومة الالكترونية هي انشاء القرية الذكية في مصر، انشاء موقع الحكومة الالكترونية والسماح للمستخدمين بالتجول بين مصالحها وهيئاتها المختلفة. طبعا الكلام ده هيساعدنا في تنمية صناعة الاتصالات ودعم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر. والحكومة او جهود وزارة الاتصالات في الجانب ده اعتمدت على محورين رئيسيين. اعتمدت على ايه؟ محورين رئيسيين عشان ينشطوا استخدام الحكومة الإلكترونية في مصر. أول حاجة توفير أجهزة الحاسب الآلي لأكبر عدد المواطنين وبأسعار مناسبة. هيبدأوا يوفروا للمواطنين أجهزة الحاسب الآلي وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تسهيل التعامل مع الإنترنت. ده بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني هو إعداد الجماهير للتعامل مع هذه المستحدثات التكنولوجية والاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية. هيبدأ يعلموا الأفراد إزاي يتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة ويستفيد من خدمات الحكومة الإلكترونية. دي كانت تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مصر. طبعا لما نيجي نطبق الحكومة الإلكترونية لازم هيقابلنا مجموعة من المعوقات أو التحديات. من المعوقات والتحديات دي اللي هي كبر حجم وارتفاع درجة التعقيد في العمل الحكومي. طبعا العمل الحكومي ده فيه أعمال كتيرة جدا، الأعمال دي معقدة من كثرتها وارتفاع حجمها، وبالتالي لما نيجي نعمل موقع إلكتروني عشان نقدم خدمات للمواطنين لازم نستخدم حاجة اسمها معيار العملية بدلا من المعيار الوظيفي. ضرورة الاعتماد على العنصر البشري، يعني احنا لما نيجي نتحول للحكومة الإلكترونية زي ما احنا قلنا، هل الحكومة الإلكترونية بتلغي الحكومة التقليدية؟ يعني ما هنعتمد بشكل إلكتروني تماما وهنستغنى عن البشر؟ طبعا العبارة دي مش مظبوطة، لأن احنا مش هنقدر نستغنى عن الحكومة التقليدية في بعض الحاجات الأساسية اللي احنا برضو ما زلنا هنحتاج ليها للعنصر البشري، زي تلقي شكاوى المواطنين والاستعلام عن الأرقام التليفونية. في برضو من المعوقات او التحديات اللي هتقابلنا اللي احنا لازم نبني قاعده من البيانات الخاصه بالجمهور. طبعا قاعده البيانات دي هتتضمن اماكن السكن الخاصه بالمواطنين، الحاله الاجتماعيه والصحيه وطبيعه العمل الى اخره من البيانات الشخصيه. بتساعدنا في ايه دي؟ بتساعد على تقدير الوضع الحالي لطالب الخدمه، ومن ثم امكانيه ادراك احتياجاته المستقبليه. يبقى من التحديات اللي هو توفير قاعده بيانات خاصه بالجمهور. طبعا ويمثل هذا التوجه تحديا امام برنامج الحكومه الالكترونيه في حاولة كسب ثقه المواطن نظرا لما يتضمنه هذا التوجه من تهديد لخصوصيه المواطنين. يعني ممكن المواطن يقول لك المعلومات اللي بتلمها الحكومه دي مننا، المعلومات الشخصيه، ممكن يساء استخدامها من خلال التشكيك في الذمه الماليه لصاحبها، وده في حاله اختراق قاعده البيانات. يبقى ممكن قاعدة البيانات تخترق والمعلومات دي تتسرب، أو ممكن استخدامها بشكل خاطئ من خلال التشكيك في الذمة المالية لصاحبها. تمام. وبرضو من المعوقات عندنا اللي احنا لازم نفعل البطاقات الذكية اللي من خلالها المواطن هيقدر يدخل على الموقع الإلكتروني ويتم عمليات الدفع من خلالها، ويتم عمليات ايه؟ الدفع من خلالها، فلازم نوفر للمواطنين هذه البطاقات الذكية ونفعلها ليهم. في نوع تاني من المعوقات وهو يسمى بالمعوقات الأمنية، اللي هي ممكن قاعدة البيانات الخاصة بالحكومة الإلكترونية ممكن يحصل اختراق ليها ويتم تسريب المعلومات الخاصة بالمواطنين، وبالتالي هيتم فقدان الخصوصية والسرية بتاعة المواطنين. عندك نوع تاني من المعوقات وهو المعوقات الإدارية. طبعا احنا لما نيجي نطبق حاجة جديدة زي الحكومة الإلكترونية لازم نحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة عشان نقدر من خلالها نوفر التكنولوجيا اللي من خلالها نقدر نطبق هذه الأساليب الجديدة في تقديم الخدمات الحكومية. وطبعا لما نيجي نقدم أو نوفر التقنية دي لازم تبقى متوفرة بشكل متكامل، لأن عمل الحكومة لازم يتم بشكل متكامل، فده طبعا هيكلفنا مبالغ باهظة، وده ممكن يبقى من ضمن المعوقات الإدارية اللي هي بتقف أو بتحول دون تقديم الحكومة الإلكترونية.
في حاجة عندنا اسمها الفجوة الرقمية، وهي الفجوة بين الناس اللي هم متاح ليهم تكنولوجيا المعلومات وبين الذين لا يتاح لهم ذلك. التكنولوجيا المعلوماتية وبين الأفراد الذين لا يتاح لهم ذلك، دي حاجة هنسميها بالفجوة الرقمية. يبقى الفجوة الرقمية هي الفجوة بين من يتمكنون ويتاح لهم التكنولوجيا المعلوماتية وبين الذين لا يتاح لهم ذلك. دي كانت المعوقات والتحديات اللي بتواجه الحكومة الإلكترونية. آخر نقطة معانا في الفصل وهي العناصر الأساسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية. فطبعا عندنا مجموعة من العناصر أو المتطلبات لازم تتوافر عشان نقدر نطبق الحكومة الإلكترونية. أول نوع اللي هو المتطلبات الفنية. إيه هي المتطلبات الفنية المطلوبة لتطبيق الحكومة الإلكترونية؟ أول حاجة لازم يبقى إتاحة التكنولوجيا لجميع الفئات وفي جميع المناطق، يبقى نوفر التكنولوجيا لجميع الأفراد وفي جميع المناطق. لازم يبقى عندنا بنية تحتية مناسبة ومتطورة لاستيعاب زيادة في الطلب. لازم تكون الخدمات في متناول الجميع وتتمتع بكفاءة عالية. لازم نوفر الأمان لكل من يستخدم الخدمات الإلكترونية الحكومية، لازم نحافظ له على البيانات الخاصة بيه. لازم نوفر الحاسبات الآلية على مستوى الأفراد، اللي احنا نقدر نمكن الأفراد إن هم يحصلوا على أجهزة الحاسب الآلي اللي هي بيتم من خلالها الدخول على المواقع الإلكترونية واستخدام الخدمات الحكومية. توافر الحاسبات الآلية على المستوى الرسمي والمتمثل في توفير الخدمات والشبكات وأنظمة تشغيل البيانات المتداولة في الشبكة. دي كانت المتطلبات الفنية اللازمة عشان نقدر نطبق الحكومة الإلكترونية. النوع الثاني المتطلبات اللي هي المتطلبات الإدارية. طيب المتطلبات الإدارية دي فيها مجموعة من النقاط، وهي تحديد أهداف المنظمة بوضوح. لازم نحدد إيه هي أهداف المنظمة عندنا بشكل واضح عشان نقدر نطبق الحكومة الإلكترونية بشكل سليم. لازم يبقى عندنا تقسيمات إدارية محددة ونحدد مهام كل وحدة من هذه الوحدات الإدارية وارتباطها وعلاقاتها الرئيسية والأفقية، وهنحدد الوظائف وأوصافها بكل دقة ووضوح. تحديد متطلبات شغل هذه الوظائف من تأهيل وتدريب وإعادة هيكلتها من حين إلى آخر. دي كانت المتطلبات الفنية والمتطلبات الإدارية. في عندنا متطلبات خاصة بالعنصر البشري. طبعا الأفراد اللي هتستخدم هذه النظم أو الحكومة الإلكترونية لازم يبقى عندها تدريب ومعرفة كافية، فنستخدم برامج تطوير وتدريب للعنصر البشري. لازم يبقى عندنا مركز أبحاث علمي متخصص زي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. في عندنا نوع تاني من عناصر المتطلبات اللي هي المتطلبات القانونية. المتطلبات القانونية دي لازم يبقى عندنا مجموعة من الأنظمة واللوائح لجميع أنشطة ومجالات عمل المنظمة. لازم تبقى طبعا في شمولية في هذه الأنظمة. استقرار الأنظمة واللوائح واضحة، لازم اللوائح دي تبقى واضحة ومستقرة. لازم الأنظمة واللوائح دي تكون مرنة، يعني ممكن تتكيف مع أي تغيرات أو ظروف بيئية متغيرة. لازم طبعا يبقى عندنا توفير الأموال الحاجة إلى مبالغ طائلة تتمثل في بناء بنوك للمعلومات. وأخيرا عندنا المتطلبات التسويقية اللي هي من خلالها يتم الاهتمام ببرامج توعية. هنعمل برامج توعية للمواطنين بأهمية الحكومة الإلكترونية وإيه هي المزايا اللي هيحققوها من استخدام هذه الحكومة الإلكترونية. هنبدأ ننشر إيه هي المفاهيم الجديدة المرتبطة بالحكومة الإلكترونية عشان الناس يبقوا على وعي بهذه المفاهيم. الحاجة إلى سلسلة من التوعية والتثقيف بإعلام المستخدمين بالتغيرات الجديدة التي تنوي الحكومة لتطبيقها، وإيه هي الفروق بين النظام الجديد وإيه هو النظام القائم بالفعل. لازم نوضح للناس الفوائد اللي هيحققها المواطنين من خلال هذه التغيرات. نحفز الجميع للتعلم والتعامل مع النظام الإلكتروني الجديد. وكده يبقى انتهينا من الفصل، وهناخد مع بعض دلوقتي مجموعة من الأسئلة. اختر الإجابة الصحيحة. التحول للحكومة الإلكترونية يعني بالضرورة وصول الإنترنت إلى جميع الأفراد، توافر إمكانية الدخول للإنترنت. لازم يبقى نسبة مستخدمي الإنترنت 30% على الأقل، ولا ب وجيم مع. طبعا الإجابة الصحيحة ب وجيم مع، عشان إحنا قلنا عند التحول إلى الحكومة الإلكترونية مش شرط وصول الإنترنت إلى جميع الأفراد، لكن على الأقل يجب
يبقى فيه إمكانية الوصول أو الدخول للإنترنت، وقلنا لازم يبقى نسبة انتشار الإنترنت على الأقل 30% بين السكان. السؤال الثاني، تتميز الحكومة الإلكترونية بالبعد عن البيروقراطية، توفير الوقت والجهد والمال، اختصار المسافات، ولكل ما سبق. طبعا كانت دي كل دي مميزات الحكومة الإلكترونية، فالإجابة الصحيحة هي دال كل ما سبق. نقط، هي كيان هيكلي من الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للحكومة الحديثة والحكومة الإلكترونية والتعلم الإلكتروني ولا شيء مما سبق، طبعا دي الحكومة الإلكترونية. السؤال الرابع، الحكومة الإلكترونية هي نظام معلوماتي افتراضي، ولا المصدر الرئيسي لها المعلومات، ولا تتسم بدرجة عالية من الاعتماد المتبادل. كل دي طبعا كانت نقاط أساسية خاصة بالحكومة الإلكترونية، يبقى الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. من الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية؟ إحنا قلنا إن في 4 ركائز أساسية للحكومة الإلكترونية، كان منها وفرة الإنفاق، كان منها الاتصال المستمر بالمواطنين على مدار 24 ساعة، كان منها برضو تجميع كافة الأنشطة في موضع واحد، يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي إيه؟ كل ما سبق. تحقق الحكومة الإلكترونية الكفاءة والفعالية في تجهيز وتوزيع الخدمات العامة في ضوء وجهة نظر الموظف الحكومي، احتياجات المستفيد، توافر الإنترنت، ولكل ما سبق. طبعا إحنا قلنا الفرق بين الحكومة الإلكترونية والحكومة التقليدية اللي هو تحول التركيز من التركيز على الموظف إلى التركيز على المستفيد اللي هو المواطن، يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي احتياجات المستفيد. من أهداف تطبيق الحكومة الإلكترونية، كان طبعا عندنا مجموعة من الأهداف، كان منها تكامل أجزاء التنظيم، طبعا الاستغناء عن الحكومة الإلكترونية ده طبعا غلط، محاكاة الحكومة التقليدية الإلكترونية طبعا الكلام ده خاطئ كل ما سبق، يبقى الإجابة الصحيحة عندنا هي تكامل أجزاء التنظيم. هو الهدف الرئيسي من تطبيقات الحكومة الإلكترونية الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية، تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، ألف وب معا لا شيء مما سبق. طبعا ألف وب معا هو الهدف الرئيسي من تطبيقات الحكومة الإلكترونية، كان هدف منها الاستغلال الأمثل للموارد وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية. من أسباب التحول للحكومة الإلكترونية، إيه اللي خلى اللي إحنا نتحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية؟ ندرة الموارد، توجهات العولمة، تزايد الطلب على الخدمات الحكومية، ولا كل ما سبق؟ يبقى طبعا الإجابة هي كل ما سبق. توجه الحكومة الإلكترونية خدماتها إلى المواطنين، القطاعات الحكومية، ولا توجهات العولمة، ولا كل ما سبق؟ يبقى طبعا هنا الإجابة هتبقى المواطنين والقطاعات الحكومية، يبقى الإجابة الصحيحة هي مفروض ألف وب معا، دال دي هتبقى ألف وب معا مش كل ما سبق، وتبقى الإجابة الصحيحة هي ألف وب معا، عشان إحنا قلنا الحكومة الإلكترونية بتوجه خدماتها إلى المواطنين، وبتوجهها إلى القطاعات الحكومية، وبتوصل بين القطاع العام والقطاع الخاص، يبقى الإجابة الصحيحة المواطنين والقطاعات برضو إيه الحكومية، يبقى هنغير دال دي وهنخليها ألف وب معا. يمكن أن تفيد الحكومة الإلكترونية بشكل غير مباشر في دعم سوق تكنولوجيا المعلومات، تنمية صناعة الاتصالات، تقليل الازدحام بالمصالح الحكومية، ولدي كل ما سبق، يبقى الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق. كل إيه؟ ما سبق. لابد من مراعاة معيار كذا كأساس للتنظيم عند تصميم المواقع الإلكترونية. إحنا قلنا طبعا نتيجة لتعقيد العمليات الإدارية والخدمات اللي بتقدمها الحكومة، لازم نعتمد على معيار العملية لما نيجي نصمم الموقع الإلكتروني عشان يسهل على المستخدمين الوصول إلى المركز اللي هو يقدر من خلاله يحصل على الخدمة اللي هو عايزها. يبقى الإجابة الصحيحة اللي هي معيار العملية، اللي هي الإجابة ألف. يعد الجانب نقط من جوانب الأمن المعلوماتي. إحنا قلنا إن إحنا عندنا أكتر من جانب، كان منهم الجانب الإنساني والجانب الأمني التقني، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم اللي هي ألف وب مع الجانب الإنساني والأمني التقني. الفجوة نقط، هي الفجوة بين من يتمكنون وتتاح لهم تكنولوجيا معلوماتية
ومن لا يتاح لهم ذلك. احنا قلنا طبعا دي اسمها الفجوة الرقمية. الفجوة ايه؟ الرقمية. من معوقات الحكومة الإلكترونية. قلنا طبعا الحكومة الإلكترونية لما نيجي نطبقها قابلنا مجموعة من المعوقات أو التحديات، كان منها طبعا المعوقات الأمنية، كان منها المعوقات الإدارية، وضرورة الاعتماد على عنصر بشري. يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ كل ما سبق. تكامل أجزاء التنظيم وتوحيدها كنظام مترابط. ده كان اسمه إيه؟ من التحديات التي تواجه الحكومة الإلكترونية، ولا من أهداف الحكومة الإلكترونية، ولا من ركائز الحكومة الإلكترونية، ولا لشيء مما سبق. طبعا تكامل أجزاء التنظيم وتوحيدها كنظام مترابط ده كان من إيه؟ من أهداف الحكومة الإلكترونية. من تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مصر كان عندنا القرية الذكية والمواقع الإلكترونية للمصالح والآيات المختلفة، ولا ألف وبه معا ولا شيء مما سبق. طب كان طبعا إيه تطبيقات الحكومة الإلكترونية في مصر؟ كانت تتضمن القرية الذكية وإنشاء المواقع الإلكترونية للمصالح والهيئات إيه المختلفة. يبقى الإجابة الصحيحة هي ج اللي هي ألف وب مع. لضمان نجاح تطبيقات الحكومة الإلكترونية لابد من إيه؟ إعداد الجمهور للتعامل مع المستحدثات التكنولوجية، تقليل الشريحة المقدم لها الخدمة، التعامل مع قطاعات معينة، انتهاء الخدمة المقدمة من خلال الحكومة التقليدية. طبعا كل الإجابات خاطئة ما عدا الإجابة ألف اللي هي إعداد الجمهور للتعامل مع المستحدثات التكنولوجية. فإحنا طبعا عشان نضمن نجاح الحكومة الإلكترونية لازم ندرب الأفراد أو الجمهور اللي هو يتعامل إزاي مع المستحدثات التكنولوجية. ينتج عن تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد، ولا ازدهار الأسواق المحلية، ولا زيادة الاستثمار في مجال الإلكترونيات. يبقى طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي د كل ما سبق. عشان تطبيق الحكومة الإلكترونية هيؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد، هيؤدي برضه في نفس الوقت إلى ازدهار الأسواق المحلية، وهيزود الاستثمار في مجال الإلكترونيات. كبر حجم وارتفاع درجة التعقيد في العمل الحكومي ده كان إيه؟ من معوقات الحكومة الإلكترونية، ولا من ركائز الحكومة الإلكترونية، ولا من مزايا الحكومة الإلكترونية، ولا من أهم الأسباب التحول إلى الحكومة الإلكترونية. طبعا الإجابة الصحيحة هو ده كان من معوقات الحكومة الإلكترونية. من المتطلبات الأساسية اللازمة لتطبيق الحكومة الإلكترونية، قلنا إن إحنا عندنا مجموعة من المتطلبات أو العناصر الأساسية اللي لازمة لتطبيق الحكومة الإلكترونية، كانت متطلبات فنية، متطلبات قانونية، متطلبات إدارية. يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ كل ما سبق. الاهتمام ببرامج التوعية يعد من الأساسية اللازمة لتطبيق الحكومة الإلكترونية، من المتطلبات القانونية والمتطلبات الإدارية والمتطلبات الفنية، ولا المتطلبات التسويقية. طبعا كان عندنا المتطلبات التسويقية اللي هي كان من ضمنها الاهتمام ببرامج التوعية اللي هي توعي الجمهور أو الأفراد بأهمية استخدام الحكومة الإلكترونية، وإيه هي المزايا اللي هتعود على المواطنين من استخدام هذه الحكومة الإلكترونية. وبكده يبقى انتهينا من الفصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.